بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، مسافة كيلو من الغرب من اللوفت. طبعا هذه من أول طلع لبعض الحمام الصغير، وفي حمام كبار، وفي حبينا بس نتأكد أن نبدأ من جديد بالنسبة للي شاركوا ولا ما شاركوا من قبل، لنكون هذه البداية المسار عشان نتأكد نبدأ معهم بكرة وبعد بكرة إن شاء الله لحد ما نوصل للخمسة كيلو بإذن الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. تبين قلة خبرة الصغار طبعا انه هو ما ينطلقون مع الكبار لحد تحديد المكان. الكبار بان انهم ما متحمسين للطيران، فبدا الدوران على المسافة قصيرة والاتجاه معروف بالنسبة لهم، لكن ملاحظ عليهم التحمس للطيران فيبدون بالدوران والطيران والوصول للبيت. الصغار يحتاجون فترة إلى الانطلاق. وهذا شيء معروف، مسافة كيلو ما مطر، لكن قلة الخبرة وعدم معرفة الاتجاه والطيران فترات كافية، لذلك الحمام يظل على الأرض فترات طويلة. الحمد لله تم الانطلاق، الطيران بيبدأ بالدوران وبعد ذلك توجه لللوفت. قلة الخبر ما تمنع الحمام من الاستمتاع بالطيران. صغار